السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل إيه شيخ مصطفى؟ طيب والله الحمد. يا رب دايما. شيخ كنت قرأت الفتوى عن جواز المسح على الخوفين وأنا بلبس شراب اللي هو الشراب المحجرات الأسود، أمسح عليه ولا أقلعه وأغسل رجلي؟ شراب؟ أنا بلبس اللي هو الشراب المحجرات الأسود القماش ده. وأصل المسح على الجارب فيه خلاف، إن اخترتي الجواز فلا بأس لك رأيك، لكن أصل المسح على الجارب فيه خلاف. الله يكرمك.